يا حياكم الله في ديوان عطى الله فرحان المحبوب، ديوان هلا برجال، يلا حي الغبس، يا هلا يا هلا يا هلا يا بعد راس، يلا حي الغبس. وين الحضر؟ سلمي من قلب فطر. ايوه البزو قلب فطر. في ناس يقول انا فاضيك عدلي يوم كامل عليها يومين، لا والله انا اقعد عليها اسبوع عادي. متعود. الله الريحه الريحه جميله. يا هلا بالرجال، يلا حيهم منتظرين. الله يبلت على النار. طبعا بدايه القهوه الشماليه معروفه، كالبدايه نسويها بكر، اسمها بكر، نفس طريقه القهوه الجنوبيه، يعني كانك تبي تسوي جنوبيه، لكن همستها سودة خفيفه مو ثقيله، بدايتها خفيفه. احط لي 4 فناجيل 5 فناجيل 7 فناجيل واسويها قهوه بكر. طبعا انا ما احط عليها هيل، بس انا اقول لك يصير تحط عليها هيل، واطبخها 2 ساعة 3 ساعات واخليها تبرد 4 ساعات، عقبها احطها بالبطول. هذه يوم كامل واخليها يوم كامل تبرد، بعدين احطها بالبطول. تخمير والله في حسب، في اسبوعين، في 3، في 4، في 5، حسب التخمير. بالنسبه عندي انا غير، انا اطول بالنسبه للتخمير، خليها 1 2 3 4، لكن شنو اسوي لها عاده تدوير. الحموضه ما تجيك الا فوق 1 فوق 2. وهي الشماليه حالاتها بحموضتها، حالاتها بلذعتها، تلذع هي اذا ما تلذع ما في حموضه ما كفايده. والله هذه حسب الكميه، اذا احتجتها الحين اصبها على طول. اي اسويها على طول، انا مسوي من تقريبا 3 أيام 5 سنين. وكل ما تقدم تصير افضل واحسن، بس اهم شيء تسوي لها عاده تدوير عشان ما تخرب. احطها بالقمقم مضيف لها ثاني مره 10 فناجيل قهوه شماليه ثقيله. هذه شوفها، اي هذه 5 سنين، هذه القديم، هذه حموضه وهذا اللون. اي ايوه هذا النفط. فدائما الشماليه اذا مو رايبه وما في حموضه نفس هذه صعبه، مو مخمره. لا انا بس عشان اوريكم، انا ما صبها يعني كثير الا عشان الكاميرا بس. اما هي صبتها قليله. شو الكميه؟ لازم قليله، اذا زادت حسب الطلب. في ناس تزيد يقول كنت ما تبيني. عرض عندهم ناس يعني هوينا. لازم اسوي التسع القماقم هذه كلها، ما تكفيني بعد، لان كميه تكون كميه كبيره. يجيني من برا، من السعوديه، من اي مكان بالخليج العربي، تعرف جونا من كل مكان، حتى من المانيا الله يجزيه خير، ومن تركيا كلهم مرونا، حتى الامريكان قاموا يمدحون حتى قهوه، تذكرهم راجو نمبر 1 يقول نمبر 1. اهل الخلديه جونا لله الحمد، اهل الرميثيه، اهل بيان، ما شاء الله المناطق الكويت كلها ما شاء الله لله الحمد. هذه فرحة عطى الله انه يجمع الناس كلها. والله مثل الشباب يعلمونا على شو اسم هذه القهوة الموكا، شو اسمها موكا. لكن من تشرب موكا اجي هنا ادور يلا عطني شمالية. لا الجنوبية تختلف، هذه همستها سوداء وهذيك همستها شكرة. الجنوبية طبعا انا اسوي دلتين لارضاء جميع الاطراف، الشمالية والجنوبية، السوداء والشقرة. اندثرت شوية السوداء والحين الحمد لله قامت ترجع من اول وجديد السوداء. الحين ما في ديوان ما في قهوة سوداء شمالية لله الحمد والمنة. والله انا من زمان اسويها، من ايام المرحوم الشايب وكذا، انا اسوي لها قبل اسوي لابوي الله يرحمه، قهوه واضبطها. اي والله والله من امي صغير 8 سنين 9 سنين انا اسوي قهوه، انا احبها من امي صغير لله الحمد والمنه. نعم احنا كنا بالقصر، ايوه بيت الشايب بالقصر الحمد لله. اي والله اي والله موجود لحد الحين الديوان موجود. اي والله اي والله موجود بيت المرحوم. اي والله اخواني موجودين. اي والله تقريبا شبه يومي، ما في يوم محدد الديوان. ايش رايك بالاسئله الاجوبه زينه؟ الحمد لله. لا والله لا والله ما في سياسه. ما في سياسه، ما في كل مواضيع، احنا دائما مواضيعنا على زيادات، تحب الزيادات. أنا بالنسبة لي إذا أنا قاعد صباحا بالصبح أشربها،
وإذا قاعد بالليل أشرب، وإذا قاعد العصر أشرب. إي والله والله اللي صاد، فدائما ما لي وقت معين. منبه والله يقوم منبه، أنا أشربه، أنا أشربه وأنام. فوق 10 سنين ما شفته. جاني في المخيم هو ولد أخته، الله يذكره بالخير. إي والله، فشرب القهوة الشمالية عندنا في المخيم، مطلع دق علي الساعة 10 الصبح، أنا طبعا ما أنام كل الساعة 11 بعد صلاة الظهر. فكلمني قال لي حسبي الله على عدوك يا عطا الله، والله ما نمت. فهي الشمالية أساسا صباحا، يعني الناس كلها أجدادنا وأبائنا ما يسوون إلا هذه، لأن ما كان قبل الهيل متوفر تعرف. إي ما في هيل قبل، ما في، غالية قهوة الشقرة، منو عنده قهوة شقرة؟ يا هلا برجال، اصحى عند رجال الكويت، وين الكويت؟ وين الجهراء؟ الجهراء هنا، هنا الكويت. اي والله هنا الكويت. والله كلمة يعني اوجهها للناس كلها، نقول وسعوا بالكم واضحكوا، اهم شيء الضحكة. اي والله، لان من غير الضحك ماكو فايده. ها ايش رايك؟ اهم شيء الضحك.